السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا جهاز G610 G6 بدنا نفك مسكر حساب جوجل بدنا نفتحه. طبعاً زي ما انتم شايفين عليه آخر إصدار حساب جوجل مسكر. نرجع باك مباشرة نفوت على الأداة المجانية اللي أنا شرحتها في فيديو سابق TFT Tools. راح اترك رابط الفيديو تبع شرح الأداة ورابط تحميلها في فيديو في الوصف. مباشرة بشغل الأداة، بسجل الدخول عشان أفك الحساب. يا ريت إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هاي الأداة أنا شرحتها في فيديوهين تقريبا، راح أترك لكم فيديو فيه رابط التحميل وفي الشرح كامل. راح اتوجه مباشرة الى سامسونج. طبعا لو عملت بالبحث G610 ما راح الاقيه، فباجي هنا على سامسونج اوتو، بروح على فانكشن، باجي على الخيارات، بشبك اليو اس بي في الجهاز وبدخل على مكالمة الطوارئ، بحط نجمة مربع صفر نجمة مربع. مباشرة بكبس على هذا الخيار ريموف اف ار بي اوتو انيبل، ونجرب الخيار الثاني مباشرة. تقدر تختار الخيار الثاني والاول او الثالث، يعني بتجرب الخيار اللي بفتح الجهاز. زي ما انتم شايفين اخذ الكم، اعطى ديفايس انفو فيل، هون بحاول انه يفتح الجهاز. المفروض يعطي على الجهاز، هي اعطى هون، نعمل له سماح، نعمل موافق، وهيك راح يبلش يعمل التخطي لغاية ما يفتح الجهاز. اعطى هيك اف ار بي اوكي. هون بيطلب منك انك تتوجه للسيتنج عشان يفتح الجهاز. لو عملنا باك هيك مرة واحدة كمان مرة، مجرد ما عملنا التالي مباشرة ندخل على الضبط، ونروح على حول الهاتف، معلومات البرنامج، رقم الإصدار بنضغط عليه، تم تفعيله، نرجع مرتين، نروح على خيارات المطور، ونروح على إلغاء قفل الشركة، تفعيل، بعدين نرجع رجوع. ندخل على الإدارة العامة، إعادة الضبط، إعادة تعيين بيانات المصنع. هاي طبعا أنا بعملها الخطوة عشان ترجع التطبيقات تشتغل بشكل طبيعي. بعمل إعادة الضبط، هم بحكي لك إنه لازم يكون على الأقل 10%، مش مشكلة، بس إنه بس نعمل إعادة ضبط المصنع. هو طالب منا إنه يكون شحن البطارية 10% عشان يعمل ضبط مصنع. بس احنا بالخطوة هاي او بدونها الجهاز فتح، ما في عندك اي مشكلة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.